يسعد مساءكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. طبعا اليوم تغطيتي حتكون تغطية ميدانية لأرض مشروع بنغاطي هايتس. طبعا زي ما تشايفين احنا بشارع الخيل، وهذا بنغاطي جيت، وهذا المدخل الرئيسي لقرية الجميرة الدائرية من شارع الخيل. زي ما تشايفين هيك دخلنا احنا. اول ما ندخل منروح على جهة اليسار، هي بكون رحنا جهة اليسار. طبعا نمشي تقريبا 200 متر بيكون وصلنا الى ارض بنغاطي هايتس. طبعا زي ما تشايفين حاطين السور، راح نقرب شوي، حاطين مثل البورد، هذا البورد بنغاطي هايتس باذن الله. طبعا شفنا سهولة الدخول على أرض المشروع، هذه أرض المشروع، ولاحقا إن شاء الله راح نشوف المخرج، وراح أحاول إن شاء الله إذا قدرت أروح على أحد المباني القريبة بنفس إطلالة بنغاطي هايتس حتكون مستقبلا، فراح أحاول إني أطلع على المبنى وأشوف الإطلالة حتى تتخيلوا الإطلالة لبنغاطي هايتس كيف راح تكون مستقبلا. طبعا هذه هي أرض المشروع، وزي ما قلت لكم هناك في عنا بنغاطي جيت والمدخل الرئيسي. وإن شاء الله رح أذكركم في المشروع بشكل تفصيلي. بعد ما شفنا أرض المشروع حابب أن أذكركم أنه بدأت الحجوزات في مشروع بنغاطي هايتس. فالأسعار للتذكير قبل ما أتكلم عن الأسعار، قرية الجميرة الدائرية تعتبر من أكثر المناطق إقبالاً للشراء وإقبالاً للاستئجار. فأنت لما تأخذ وحدة بسعر مميز جداً في منطقة تعتبر هي الأكثر إقبالاً فهذا شيء طيب. فبالنسبة للأسعار في بنغاطي هايتس، قلنا الغرفة وصالة بتبدأ من 500,000، الغرفتين وصالة من 700,000، والثلاث غرف وصالة من 850,000. طبعا راح أحاول هلأ زي ما قلت لكم سابقا أني أروح على أحد المباني القريبة ونشوف مع بعض الإطلالة إذا قدرت إن شاء الله، على أساس تتخيلوا إطلالة بنغاطي هايتس كيف راح تكون مستقبلا. طيب أنا حاليا موجود في أحد المباني المجاورة بنفس الإطلالة، تقريبا بنغاطي هايتس حيكون بهذا الاتجاه. راح اقلب الكاميرا، خلينا نشوف مع بعض الاطلاله حتكون. زي ما انتم شايفين في عنا الاميريتس هيلز، صراحه من اجمل الكوميونيتيز، وزي ما انتم شايفين اطلال سكاي لاين على المارينا، وما بعرف اذا مبين عليكم عين دبي ونخله الجميره، ولكن اليوم اصلا الجو مغبر فبالتالي الإطلالة مش الرؤية غير واضحة تماما. وزي ما انتم شايفين كمان في عنا برج العرب. فطبعا هذا شارع الخيل، وهذه هي الإطلالة المستقبلية لبنغاطي هايتس. أما بالنسبة للإطلالة الخلفية لبنغاطي هايتس على قرية الجميرة الدائرية، طبعا قرية الجميرة الدائرية بتشتهر بكثرة الحدائق. فزي ما انتم شايفين في عنا حديقة، في عنا حديقة، وفي السنتر هناك في حديقة، وطبعا في مدارس زي ما انتم شايفين هون في مدرسة، طبعا فيها مجموعة كبيرة من المدارس. بالإضافة لو شفنا هناك في عنا بنغاطي ميراج، أحد مشاريع بنغاطي. فهذه هي الإطلالة. طبعا هناك في مجموعة من التاون هاوسز. طبعا قرية الجميرة الدائرية فيها مولات، فيها حدائق، فيها تاون هاوسز، وفيها بنايات شاهقة الارتفاع وبنايات منخفضة الارتفاع. فهذا هو بالمجمل الإطلالة الخلفية. وبعد ما شفنا الإطلالة المستقبلية لبنغاطي هايتس، حبيت أرجع لأرض المشروع ونشوف مع بعض الخروج، سهولة الخروج من هذا المشروع إلى شارع الخيل. هيك طبعا نطلع على الشارع الفرعي، من ثم في عنا مثل دوار صغير، هذا الدوار الصغير. طبعا بنلف هذا الدوار وبنرجع. طبعا هذه أرض المشروع من الاتجاه الثاني. هذه أرض المشروع تحديدا،
نفس المدخل اللي دخلنا منه راح نطلع منه. طبعا قرية الجميرة الدائرية إلى عدة مداخل ومخارج، ولكن هذا هو الأقرب إلى مشروع بنغاطي هايتس. طبعا للتذكير كمان، هذا بنغاطي جيت تم تسليمه، أو بوابة بنغاطي تم تسليمه قبل 4 شهور من موعد التسليم، وهذا ميزة بتتميز فيها بنغاطي للتطوير العقاري. هيك بكون طلعنا إلى شارع الخيل. وهذا كل شيء بما يتعلق بالتغطية الميدانية لمشروع بنغاطي هايتس. المهتم بهذا المشروع المميز يتواصل معي، لأنه زي ما قلت لكم سابقا أنه بدأت الحجوزات في هذا المشروع الممتاز، وعدد الوحدات عادة الممتازة بتروح بأسرع وقت. فتواصلوا معي نختار الوحدة بعناية بأفضل سعر بإذن الله، ونراكم بتغطيات قادمة وبفيديوهات قادمة. سلام.